مخلص هذا. ما حتحصلوا على طلب كبير. قهر. إذا ما لقيته عند المتاجر حتلاقيه عند الناس. يعني ادخل بيوت الناس واسرقه؟ لا يا ذكي، الناس تبيع في موقع حراج. فين موقعه هذا حراج؟ مالي نفسي اطلع من البيت ثاني. لا حراج اونلاين، عندهم تطبيق وموقع الكتروني. لقيته. اقدر اجيب لك المنتج لكن بدبل السعر. خلاص لقيته في حراج وارخص بكثير. انا تبغى هذه الاشياء ما صرت استخدمها. اوه في اشياء حلوه. انا اقدر ابيعها في حراج. حراج تبيع كمان؟ ايوه طبعا، تقدر تبيع وتشتري اي شيء جديد او مستعمل. مو بس تشتري، تقدر تبيع كمان اي شيء لملايين الزوار في حراج من خلال التطبيق او الموقع الالكتروني. او يمديكم تبيعوها، واحد ثاني يقدر يستفيد منها، الكل يربح. هاي مشيع فيديو تودي في 360 فيديوز. واحنا بنلعب تحدي مين احسن واحد فينا. لا يفوتكم اضغطوا الرابط اللي بالاسفل الفيديو. صار عمرها 12. احس انه المفروض يكون عمرها دحين 13 14 مو 12. ايش اول شيء بالعاده نسوي في حفلات يوم ميلاد؟ نغني عيد ميلاد. لا اول شيء تلبسي. احس اني زجاج. لا انت بيكاتشو. جسمي يحب بوكيمون في شكله غيران شويه. بيكا بيكا. اوكي اقدر اشيله؟ لا لازم تلبسيه طول الحفله طبعا. يلا اجلس هناك. كيف ورا كيف عند هذيل. كارت خاص من بابا. شكرا. هابي بيرثدي. يفاتن. هذا كارت حق مقالب، الصوت هذا ابدا ما حيوقف، حيقعد شغال طول الوقت. صوت هذا مزعج حق تضيع الكارت. لا 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 لا. هذا مقلب عشان اذا حاولت تقفل الصوت ما حتقفل. ايش هذا؟ جاد مندهش. ما بيوقف، انا سنتا. اخيرا ياي وقفت الصوت. شوف جاد. كل واحد فيكم عنده ساعة رملية، اقلبيه. اوكي. شوف كيف يتغير لون الرمل؟ واو. احمر صار برتقالي. اصفر صار ازرق. مين يبغى هذا؟ انا. بس يوم ميلادي مان، اسمي ماز بيرثداي. It's not your birthday. It's my birthday. اوه شوفوا شو كيف. قلم؟ ايوه بس لحظة، في شيء مميز بهذا القلم. خايفة انه كهرباء. مو كهرباء يلا. واو 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 كيف؟ That's magic. يقول هذا ماجيك. It's magic. ايش هذا الاشياء يا جماعة؟ شوكولاتة. ايوه عرفت انه شوكولاتة على طول. كلوه. اوه ماي جود، اكلوا العيون على طول. شوكولاتة. مسكين ايش سويتوا فيه؟ خلاص كفي. لا. الا بابا بينط بالنطيطة. اديت لها. من كثر ما تلعب العاب تستخدم النرد كثير صح؟ ايوه. ايش هذا؟ ايوه ايش هذا؟ اكلتني. شيش بقالو. صفقي ايمان. ستة. ياي ستة. ما احتاج احد يرميها. هذه هوايتك المفضلة صح؟ أيوة. انت صنعتي هذا كله. بس كله بلاستيك. ايوه. عشان كذا جبت لك شيء احسن شوية. شكرا. مرة حلو. عندي مفاجأة أخيرة، أنت من زمان تبى تركبي أطول زحلقة مغلقة بالعالم. أيوه. يلا حنا نطلع نروح دحين. جسم ما يقدر يركب معانا صغيرة. هو زحلقة هناك شوف على هذه المنصة. خايفين ما يشتغل. عندهم نشاط النط من فوق كمان. في واحدة هنا من أول بتصيح. شوفوا زحلقة قديش طولها شوفوا. هذه إيمان كانها تغني حتى فجأة بالرجال هذا. دخت كثير والله. حلوة بس. شوف يوسف وجان من هنا. أوه من هناك شايفينهم. شوف التأثير هذا، الخلفية تتحرك هم ما يتحركوا. هذه كانت فكرتهم إنهم ينزلوا بالدرج مو بالمصعد. ما نزلت على زحلقة طويلة في البلاي جراوند؟ أنت أحكموا يا متابعين مين أطول.
دائما ينافسوا بعض. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة. شو كيف يوسف كيف غني؟ يلا غني. لحظة لحظة يوسف عنده أغنية خاصة. Happy birthday to you. Nobody likes you. You smell like a monkey. Go back to the zoo. ما تقدر تاكل كيك حقي. Happy birthday, man. Thank you, جد لعد. Wow. Huh? شوفوا يوسف كيف زعلان عشان ما جات له اي هدية. حتى ايمان انس فين هديتك لايمان؟ فين هديتي؟ بابا ايش رايك بالحفلة؟ لا يا جاد لا ايش بيسوي يوسف؟ لا تعلمه هذه الاشياء. انا ابو فلاور. نحتفل بيوم ميلادك هنا مع جدتك؟ ايوه. بيمسك السجاب. انا هحاولك انت اللي ضفدع. أبغى أجلس على الشاطئ. روح اجلس لحالك إحنا ماشيين. باي باي باي. لقى الرجل هنا شوفوا. تكل تكل تكل. أوه شوف الصدف اللي لقاه يوسف. بام. شاف البحر وقال لازم تأخذ بوت إلى جزيرة. شوف القطار. مع نوتيلا. وراكي كيف؟ واو ايمان مسكينة حتركب الحالة هنا. في الأخير ركبت مع هادي. إن شاء الله أفوز عشان عيد ميلادي. ارمي جوا هنا جاد. يقول ليش ما أقدر أسويه؟ شكلك زين. اللي يمديك يمديك اضربه. انت اللي يمديك يمديك. انا لا انت سويه مو انا. يس بقوة. اوه ضرب يده. حب الاشياء المخيفة عشان ينزل على هذه الزحليقة هناك. مرة يخوف. لا هنرجع بالقطار؟ ايوه. نظرات جدو. كم عمر القطار هذا؟ 21 سنة. شكرا على المشاهدة. إن شاء الله عجبكم الفيديو. لا تنسوا تستخدموا موقع أو تطبيق حراج إذا حبيتوا تبيعوا أو تشتروا أي شيء جديد أو مستعمل. وكمان لا يفوتكم الفيديو الجديد اللي نزل ب 360 فيوز. اضغط الرابط اللي بالأسفل. مو سهل أن أكون أب أو يوتيوبر.